التشتيك والتخطيط بين المضمرين وبين ملاك الشعارات الكبيرة المتواجدة في هذا اليوم. إذا سن الثنايا وهنالك انطلاقة الجولة الثانية والشوط الثاني في هذه الجولة الذي يحمل في طياته الثنايا البكار المهجنات الأصايل، وهنالك 8 كيلومترات بانتظار الأسماء المشاركة والسيارة بانتظار الفائزة بالمركز الأول، بينما هنالك الجوائز النقدية بانتظار هنالك الأسماء المتواجدة على المراكز 10 الأولى. مقدمة الشوط والصدارة وأول المراكز في هذه اللحظات، أتابع شقراء على المركز الأول في هذه اللحظات، علي بن سعيد بن سالم الزرعي من يقدم لنا شقراء على أول الأسماء، بينما ثاني التحديات أتابع في هذه اللحظات انطلاقة ووصول العزرة، العزرة على المركز الثاني، أحمد بن سيف الزفين المهيري على المركز الثاني، بينما ثالث التحديات أتابع شعار الهاملي على ما يبدو لي من الجانب الآخر، من ينطلق في هذه اللحظات ويتواصل مع غند، غند على المركز الثاني، محمد بن خلفان بن محمد الهاملي تسلل من ثالث المراكز إلى ثانيها، بينما رابعا وتابع الراهية سعد بن نهار بن ناصر بن ماجد النعيمي، وصلوا أبناء الشحانية، وصلوا أبناء دوحة تميم، بينما خامس المراكز أتابع المنطلقة في هذه اللحظات، أتابع الواصلة، وصلت الشاهينية وانطلقت بشعار حمد بن صالح بن حمد القمر النابت على خامس التحديات، بينما سادسها ومن الجانب الآخر هناك أتابع الواصلة على سادس المراكز في هذه اللحظات، أتابع المنطلقة هنالك الطيارة صالح بن هليل بن مهنا السبيعي العنزي يقدم لنا في هذه اللحظات الطيارة، ولكن أتابع وأعود لأكمل النداء على مستوى 7 المراكز، شديدة وصلت شديدة في هذه اللحظات، خليل بن ناصر بن حمد الشهواني المنطلقة في هذه اللحظات على 7 المراكز، بينما ثامنها أتابع حربة، وصلت حربة في هذه اللحظات لتبحث عن رأس حربتي هذا الشوط، سالم بن جابر بن محسن الجربوعي المري وصل على المركز 8، بينما 9 التحديات أتابع في هذه اللحظات هناك ما إذا ننوه على جميع الأخوة المتابعين والمستمعين بأن الحاصلة على أول المراكز في الشوط الخامس هناك للبكار المحليات، وهو الشوط الماضي الحاصلة على أول المراكز هنالك احتفال عبد الله بن محمد بن سعيد التميمي، من كان متواصلا مع احتفال وحاصلا على ناموس الشوط الماضي. إذا أعود من جديد أيها المتابعون، أعود أيها المستمعون في هذه اللحظات ليعود ليتابع الأمور هنالك في هذه اللحظات، المنطلق في هذه اللحظات شعار يورانيوم، شعار يورانيوم على أول المراكز، من انتزع أحد الأشواط الماضية يقدم لنا شقرة ينطلقون أبناء السلطنة، ينطلقون ليتسلطنوا على مجريات الشوط هنا بشعار الزرعي، يقدم قدمها لنا علي بن سعيد بن سالم، وانت سالم يا الزرعي المركز الثاني، وتابع الطيارة وصلوا أبناء المملكة، وهنالك أهالي الشمال بالتحديد هنالك مع الطيارة، ومتى بتطير الطيارة يا السبيعي يا العنزي، صالح بن هليل بن مهنا السبيعي العنزي مقدما لنا الطيارة، من تجاوز وزت إلى المراكز الأمامية ثالثا، وتابع العزرة
أحمد بن سيف الزفين المهيري على المركز الثالث، وصل مع العزرة هنا على ثالث التحديات منذ النداء الأول، وهو متواجد على مقدمة الشوط. بينما رابع المراكز وصلت حربة ووصل بن جبران، أما خاب ظني سالم بن جابر بن محسن الجربوعي المري يقدم لنا حربة ويبحث عن رأسي حربة هذا الشوط، ينطلق على رابع المراكز. يا سلام يا سلام يا سلام، ينطلقون أبناء الشحانية ليتواصلوا في البحث هنا عن الناموس. وتابع الخامسة وصلت هنا منوة أجمل الأماني بالتوفيق لمنوة، الشعار منوة سعيد بن حمد بن سعيد بن حمد المري. من يقدم لنا منوة؟ من تتواصل في هذه اللحظات على خامس التحديات؟ سادس المراكز هنا الراهية على المركز السادس، سعد بن نهار بن ناصر بن ماجد النعيمي وصل مع الراهية على سادس المراكز. وسابع التحديات وصل أحد الشعارات الكبيرة، وصل شعار بن قمرة حمد بن صالح بن حمد القمرة النابت المري، يقدم لنا الشاهينية في هذه اللحظات منطلقا معها على سابع المراكز. بينما ثامن المراكز أيضا هنالك أحد الشعارات الكبيرة، أحد الأقطاب المميزة، وصل الشعار غند محمد بن خلفان بن محمد الهاملي، ولكن جاوزت وبرة في هذه اللحظات سعيد بن مبارك بن سبت الخيالي، وصل هنا مع وبرة في هذه اللحظات لينطلق في عالم النداء. أيضا هنالك شديدة خليل بن ناصر بن حمد الشهواني الهاجري، هنا من يقدم لنا شديدة، وأيضا هنا في هذه اللحظات غند في هذه الأثناء بشعار الهاملي أحد الشعارات الكبيرة، أحد الشعارات المميزة. وتابع الوصول أيضا من فتنة وشعار مصبح بن راشد الفتان الفلاسي، وصل أيضا أحد الأقطاب المميزة. وتابع هذا كبير، والله كبير، وصل الشعار الاقتصادي. من يقدم لنا الحرة؟ أحد الأسماء الكبيرة، أحد الشعارات المميزة، لطالما صال وجال هنا في عالم النواميس. الحرة وصل بن حمودة محمد بن غانم بن حمودة الظاهري. ولكن يا إخواني وين وصلنا يا إخواني في هذه اللحظات؟ يا سلام يا سلام يا سلام، فإن سألتم عن موقعنا نحن برفقتي هذه الشعارات الكبيرة قد تجاوزنا لوحة 2 كيلومتر. انطلق من جديد مع المقدمة، انطلق مع الصدارة، الطيارة على أول المراكز تنطلق هنا بشعار صالح بن هليل بن مهنا السبيعي، يقدم لنا الطيارة على صدارة شوط. أبناء المملكة يندفعون على المقدمة على الصدارة، ولكن هنالك انطلاقة الجربوعي وصل مع حربة بدأ يشن الحرب. الجربوعي في هذا الشوط سالم بن جابر بن محسن الجربوعي المري، عاني من الشحانية لأجل الموتر ولا شيء غير الموتر. بينما هنالك أتابع الانطلاق وتابع الوصول، وصل النعيمي والله ينعم عليك النعيمي مع الراهية، وداها راهي وشكها راهي. وصل بن قمرة هنا النزوح من أهالي دوحة الخير، بن قمرة على المركز الرابع، ولكن الخامسة وصل الخيالي مع الشعار الخضر، ودربك خضر يا الخيالي، ولكن حربة الطيارة طارت الطيارة.
الطيارة، طارت الطيارة مع أبناء المملكة. وين يا ياسر هذه من تبوك الورد؟ أما خاف ظني هنالك مع أهالي الشمال. نعم ينطلق السبيعي، ينطلق العنزي مع الطيارة. صالح بن هليل بن مهنا السبيعي العنزي قدم لنا الطيارة بهذا المستوى الكبير. هنا مع هذا المستوى الكبير، مع هذا الأداء الكبير، تندفع تنطلق بهذا الأداء بهذا المستوى الكبير على صدارة الشوط، على مقدمة الشوط، منطلقة مندفعة بهذا الأداء بهذا المستوى بهذا التحدي الكبير في هذه اللحظات. هنالك الطيارة، ولو كم بشاير 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 وصلت بشاير، يا بشاير الخير يا وجه السعد. انطلق بن طماش، ماجد بن سيف بن طماش المنصوري وصل عند اللحظات الأخيرة، قدم لنا بشاير، انتزع الفوز، انتزع الناموس، وانتزع الانتصار. تهانينا تهانينا والناموس على هذا الفوز وعلى هذا الأداء. المركز الثاني إذن هنالك الطيارة، صالح بن أهلي بن مهنا السبيعي العنزي قدمت المستوى الكبير. أيضا ثالثا هنالك حربة بالشعار وانطلاقة سالم بن جابر محسن الجربوعي المري، ورابعا كان الوصول هنالك من الراهية سعد بن نهار بن ناصر بن ماجد النعيمي، وخامسا وصلت هنالك صفوة سهيل بن حمد بن يطبع العامري على المركز الخامس. إذن هنا لحظات الفوز ولحظات الانتصار، هنالك مع من فاجأتنا مع اللحظات الأخيرة، بشاير بشاير بشاير، ماجد بن سيف بن طماش المنصوري. وهنا لحظات التوقيت الزمني فيها 12 دقيقة 22 ثانية خمسة أجزاء من الثانية، بينما ثاني المراكز وصلت الطيارة هنا بشعار صالح بن هليل بن مهنا السبيعي العنزي من قدم لنا الطيارة. هناك على ثاني مراكز 12 دقيقة 23 ثانية ثلاثة أجزاء من الثانية، بينما ثالثا هنالك حلة حربة سالم بن جابر بن محسن الجربوعي المري من قدم لنا حربة على ثالث المراكز وثالث التحديات 12 دقيقة 26 ثانية وثلاثة أجزاء من الثانية. تهانينا تهانينا والناموس لجميع الفائزين. التحية تتجدد متابعين الكرام مستمعين الأفاضل في هذه الصباحية المميزة وفي هذه الانطلاقات الرائعة.